بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن كتيبة عثمان بن عفان سريت الخضراء يلقيه القائد الميداني بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وما كان لنبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض لقد تم بعونه تعالى أسر ثلاثة من عناصر ميليشيات جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر التي جاء بها النظام من أجل قتل أهالينا في سوريا ولكن الله جعل الدائرة عليهم فتمكن أشاوس كتيبة عثمان بن عفان في ريف حماء التابعة للمجلس العسكري بالتنسيق مع مجلس قيادة الثورة في حماء السرية الخضراء من القبض على هؤلاء الثلاثة وتم التحقيق معهم وقبل أن نسوق إليكم التحقيق معهم نوجه رسالة إلى الخائن مقتدى الصدر وإلى الخائب حسن نصر الله أرسلوا جحافلكم واجمعوا من شئتم ستكون هنا مقابركم ورسالتنا إلى بشار الهالك ارحل قبل أن نصل إليك فإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ورسالتنا إلى شعبنا الأبي العظيم اعلموا أن التاريخ قد خط حروفه وأن الأيام قالت كلمتها لن تركع أمة دستورها القرآن وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام امضي يا شعبي في ثورتك وفي مظاهراتك فنحن لأجلكم خرجنا ومن أجلكم حملنا السلاح ولأجلكم سنبذل الدماء ولأجلكم نموت أو ننتصر وسننتصر بإذن الله إليكم التحقيق مع هؤلاء الأوباش الثلاثة شو اسمك أنت أول واحد؟ حسين حسين شو؟ حسين الموسوي منين أنت؟ من العراق من العراق من أي محافظة؟ الموسوي لمن تابعين؟ حدث مقتدى الصدر أنت شو اسمك؟ أحمد الحكيم منين كمان؟ من الموصل من الموصل لمن تابعين؟ مقتدى الصدر رفع راسك أنت شو اسمك؟ علي حيدري من أي محافظة؟ من الموصل لمن تابعين؟ للجيش المهدي للجيش المهدي ليش اجى بكم النظام على سوريا؟ مشان نقمع المتظاهرين ونزرع الأبوات على الطرقات أمام لجنة المراقبين الدوليين وانتو ليش قطعتوه وجيتوا على سوريا؟ حجة شو؟ ذريعة شو؟ شو قانونكم؟ انه احنا في تمرد من الكفرة على دولة آل البيت وجينا مشان نساهم في ردع الكفرة اللي يتمردون علينا مين هذول الكفرة؟ بقى تبين معنا انه هم الجيش الحر الجيش الحر هم الكفرة نعم. وين تم القبض عليكم؟ احنا كنا بعملية زرع ابوات على الطريقة اللي تأدي ناحية قلعة المضيق لانهم قالوا لنا في المراقبين الدوليين بدهم يجوا ارفع راسك وانت تحكي بعد ما تم القبض عليكم شو توجه رسالة لاخوانك العراقيين اللي عم يغرر فيهم بشار واعوانه نقول انا اقول لكل العراقيين انه لا حدا يتورط منكم ويجي لانه راح تلاقوا كتائب الجيش الحر بانتظاركم هاي صورة لهواياهم